وعشان هيك جوزتيني ابنك، مشان الولد. يعني ما كنت تفريخ، مجرد واسطة. لا، يكون في علمك احنا ما بنفكر نخلف هلأ. وبعدين لا تغلبي حالك بالشغل، ما فيش داعي. السوق معبى ملابس أطفال وأحلى من هيك بكتير. بتفكر إنه أنا ممكن أخلي ابني يلبس من شغل إيدك؟ شو مالك؟ مليش. طب قومي حضري الغداء. ما طبختش اليوم. ليش؟ بصراحة جاي عبالي أنا وإنت نتغدى برا سوا، بس على حسابي. ماشي. وين رايح؟ رايح أتغدى. طيب مش قلت لك جاي عبالي أنا وياك نتغدى سوا برا؟ استنى شوي بس أغير أوعية. طيب حلي. أكلي مش عاجبك يما؟ وداد ما حكت هيك ولا ايش؟ هلا هاي السفرة هاي، وين المي؟ وين الزيتون؟ وين المخلل؟ طالما عارفة شو النواقص يا حبيبتي، ليش ما تقومي تجيبي لحالك؟ عشان حضرة جنابك اللي بتطبخي. خلص لا تعمل مشكلة، أنا بقوم بجيب. لا يما لا، خليك يا حبيبي، أنا اللي بجيبه على راسي وعيني. حاضر. ايش هذا يا وداد؟ مي ما بتخليني أصيب إشي، حتى بتطبخ ما بتستشيرني ايش بدها تطبخ، بتعمل كل اشي على راحتها وانا ساكته مش عن ضعف، بس احترام لك. يا وداد هاي ست كبيره ولازم تراعيها. براعيها بعيوني بس مش على حساب كرامتي. تفضل يا حبيبتي. شفت؟ ايه مالها؟ بصير تحط الأغراض هيك شوي شوي. هلأ أنا اللي صرت غلطانة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ما عارف شو بدي أساوي. أنا أصلا عارفة لإيش بتخطط. يلا قول. مش جاية. ما هو ما بصير على كل شغلة صغيرة وكبيرة تتناقر أنت وأمي. شغلة على شغلة بتصير كبيرة، وأنا ما بقدر أضلني حابسة كل إشي في قلبي، مش معقول هيك. معلش، عشان خاطري يا هلا. هلا؟ لسه متذكرها وبتحبها؟ لا يا وداد لا، هاي كلمة طلعت عفواً على راس لساني. هي أنا طلقتها وتخليت عن البنات عشان خاطر عيونك. أرجوك يا وداد، إذا ما تغديتي معي مش راح أتغدى. طيب علشانك بس. تسلمي. بس اسمع يا مروان، انت لازم تنبه على امك انه ما تتدخل في اموري ابدا. حاضر. يلا هسه. خذي يا سهير. اصب لك كمان يا تيتا؟ تيتا؟ قلتي تيتا؟ يا تيتا. كلمة نفسي اسمعها من زمان يا حبيبتي. أنا بحبك يا تيتا. وأنا كمان. يلا يا سهير أمي غسلي عشان تيجي تنامي، يكون عندك مدرسة. بدكيش تنايميني؟ بس تغسلي. يلا حبيبتي. حاضر. هلا. أنا معي كم من دينار، خذيهم يا بنيتي. معقول أخذ منك؟ مش عايزاهم، خذيهم يا بنيتي. سهير وحنان بدهم مصاريف وأنت بعدك ما اشتغلتي. خليهم معاكي، أنا لازم بكرة ألاقي شغل. يا بنيتي يا حبيبتي، منو بده شغل حرمة ومعها بنتها اللي بترضع؟ خذيهم وتوكلي على الله يا حبيبتي. رح اشتغل شو مكان، حتى لو كنت خدامة في البيوت لازم الاقي شغل.
مالك يا حبيبتي؟ أمي مالك؟ خافي ماما خافي. لا تخافي يا حبيبتي وأنا جنبك، لا تخافي. ماما أخذوك مني، ما حدا رح يقدر يأخذني منك أبدا. لا يا ماما أخذوك مني، أنا جد أساعدك. وانت صرت تبكي وأنا صرت أبكي يا ماما. سهير اسمعيني كويس، ما لازم تبكي أبدا. ما بقدر. تحدي دمعك. أنا كمان يا ماما بتحدى دمعي وبتحدى كل الظروف، وهدفي هلا إنك تصيري دكتورة. أنت يا ماما تتحدي دمعك؟ أيوة. يعني بتبكي كتير؟ كنت، بس اكتشفت إن البكاء ما بيفيد، اللي بيفيد الإرادة والتصميم والهدف. وأنا هلا هدفي إنك تصيري دكتورة. وأنت يا سهير مهما صار معاكي ومهما مريتي في ظروف لازم تصيري دكتورة. هدفي وهدفك يا ماما واحد، لازم نحققه سوا إن شاء الله. أوعدك يا ماما، بس أمسك بإيدي. حضن دايما ماسكة بإيدك. اللي حبيبتي تصبح على خير. شو انت قلت عدوى الصرحان لك؟ اي طارق، طارق. نعم. الله ينعم عليك، وين سارح؟ ولا محل. علي احكي لي مين هي. شو مين هي؟ اي اللي شغلي بالك. ما في حد. لا في، واكيد مبين عليها غير شكل، لأنها خلتها تتخلى عن فكرة عزوفك عن الزواج. اللي بعرفها زادت من تصميمي. لا عاد في وحدة. لا يا سيدي ما في وحدة. يا رجل أنا حالتي المادية على قد حالي، عندي أمي مريضة وعندي عمتي ما إلى في هالدنيا غيري، وبدك يعني أفكر في الزواج؟ يا سيدي بتلاقي وحدة تناسبك وتناسب وضعك. مش وقته، مش وقته هسه. قل لي يا مروان شو أخبار بناتك؟ ملاح. تعرف اني اشتقت لسهير. تشتاق لك العافية مروان. كيف هلا طارق؟ لو سمحت ما تجيب سيرة هالة او سيرة بناتي مرة تانية، انت فاهم؟ قريت في الجريدة إنه بدكم شغالة. أنت؟ أيوة أنا. بس مبين عليك حالتك مليح؟ ظروف. طيب تفضل. شو اللي حملتي؟ بنتي. بدك تخليها معك وانت بتشتغلي؟ ما بقدر اتركها. طب ما تخليها عند ابوها. انا مطلقة. وين كنت تشتغلي قبل هالمرة؟ انا ليش تركتي الشغل؟ طردوكي؟ لا انا ما اشتغلت قبل هيك عند حدا. اكيد اكيد. طب اسمعي، انا رح اجربك يومين ثلاثة، واذا عجبني شغلك بخليك على طول. اوكي؟ أنا متأكدة إنه رح يعجبك. يلا نشوف. وين بتحبي أبدأ شغل؟ الشغال الشاطرة ما بتسأل هيك سؤال. طيب ممكن تدليني على المطبخ عشان أحط بنتي هناك؟ هيو هناك.
شكرا يا ست. اسمي نعيمة. شرفنا. وأنا هالة. عن إذنك. تفضل. وداد؟ شو بتحبي نطبخ اليوم؟ اطبخي ايش ما بدك. بخاف ما يعجبك. لا بيعجبني. بس يا ريت تطبخي منسف. منسف؟ اه منسف جاي على بالي. بس الجميد رح ياخذ وقت كثير واللحمة يعني. خلاص انت اللي على السوق اشتري. بعدين مروان بحب المنسف. أنا رايحة عند رغدة أتسلى. دللي كله في سبيل الوليد بهون. ماشي حالها. طيب ما تنسى تجيب معك خبز. طيب طيب مع السلامة. شو بعدك ما خلصتي شغل؟ لسه شوي بس. طيب شد الهم شوي. حاضر. موعد حليب البنت عن إذنك. صحتين وعافية. طيب وين بدري؟ هو موعد مروان يجي هلا. طيب مثل ما فهمتك ام مروان جارتي وانا بعرفها منيح. لا تخافي علي ما رح تطلع معي راس ابدا. ماشي مع السلامة. وداد خير مالك؟ حاسة اني دوخانة. ليكون حامل. طيب ليش ما حكيتي؟ رغدة ما بدي حد يعرف هلا. طيب ليش ما خبرتي ام مروان؟ مصيرها تعرف. يا بنت الحلال هذا الحمل بيعزز موقفك عند مروان وامه. طب اليوم بخبرهم. ماشي ديري بالك على حالك. ما تخافي علي بخاطرك. مع الف سلامة. نعيمة. ايوه انا مروحة هلا. بدك تروحي وانت ما خلصتي شغل؟ انا انجزت كويس اليوم. بكره ان شاء الله بخلص لك كل البيت. طب ليش مستعجله لهالدرجه؟ هلا موعد بنتي ترجع من المدرسه. انت عندك كمان بنت ثانيه؟ طيب بتحبي احاسبك هلا ولا لما تيجي بكره ولا مش جاي؟ لا طبعا جاي جاي اكيد جاي. طيب يا ريت تجي ابكر شوي حتى تلحق الشغل. حاضر عن اذنك. يا تيتا يا حبيبتي اتغدي بالاول بعدين تكتبي وظيفتك. انت دهيني قربت اخلص. ماما اجت. اهلا يا ماما. اشتغلت يا ماما؟ اشتغلت الحمد لله الحمد لله. الماما اشتغلت يا تيتا. بعرف شفتها بعرف انها اجت. اشتغلت اشتغلت. صحيح يا بيبتي. صحيح يا خالو كله من دعواتك ورضاكي. رضا ربي يا حبيبتي. والشغل متعب يا ماما؟ الشغل عمره ما بيكون متعب. الشغل عطاء. دائما اتذكري هذا الكلام. انا راح اتذكر كل كلمه بتقولي لي اياها. مش يا ماما اتذكر انفذها. انا بحبك كثير. كيف حنان يا ماما؟ منيحه ممتازه. غلبتك؟ وحلوان الشغل لازم تتغدوا عندي. الحلوان تتغدوا عندي انا. الاكل حاضر. تعالي ساعديني. انا بساعدها. يلا حبيبتي. مبين المنسف طيب من ريحته. يسلموا ايديها. اصرت تعمل لنا اليوم منسف عشان انت اللي بتحبه. يسلموا ايديك يمه. صحتين وعافيه. وديك يا حبيبي. وداد انا بداكل بايدي. بتاكلي بايدك؟ مش قادرة أكل بالمرة. ليش؟ بعدي تبتلع علي وحاسة إني دوخانة. ليكون وداد ليكون اوعي تتحرك اوعي تتحرك. ديري بالك على حالك. تروح تقعدي بالتخت وكل شي بدك إياه بيجيكي. تعالي تعالي. يا رب
رب تكمل فرحتي ويجينا ولد يا رب. انت دريت انه بنت عمك حامل؟ صحيح؟ صحيح، اجت اليوم عندي وخبرتني. مالك؟ مليش. ليش بتطلع فيه هيك؟ وشو فيها اذا بتطلع فيك؟ وبتكوني اكون ايش؟ انجنيتي وحطيتي لي ايش بالقهوة؟ حطيت اشي؟ ما انت بتصيبك ساعات ما بتعرفي ايش بتتصرفي. انت بتتخيل يا عزام اني ممكن في يوم من الايام اني اسمك؟ وانت ممكن تعملي اي اشي. شكرا، شكرا لك كتير. على ايش؟ لانه اللي بيفكر بزوجته هيك تفكير مش مستبعد انه يعمل فيها نفس الشيء. شكرا، شكرا لك لانك حذرتني منك. يما هاي جبت لك بدل الدواء اللي خلص. يما لازم تاخدي الدواء. يما الو. ايوه مين؟ اهلين. الست هلا موجوده بس نايمه. لا 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 شكرا، ما رح نبعث اشي. حاضر بخبرها، يعني بالكثير بكره بعده بتحكي مع اخوها وبتطمنه. اهلين اهلين، مع السلامه. مين؟ واحد رايح مسافر على كندا عند اخوه هلا وبسال اذا بدنا نبعث له اشي. طب يما كان حكتير وانا طلقت. مصيره يعرف لحاله يما، خليها خبريه تيجي من غيرنا. ساري مش عارفه اني نايمه. حضرتك قلتي لي امبارح اني اجي بكير اليوم. طول امبارح واحنا سهرانين، جوزي مريض وما صدقت انه نام مرتاح. طب انا اسفه ما كنت عارفه هذا الحكي. طيب فوتي 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 اشتغلي على السكيت واياك تعملي ضجه، بدي ارجع انام. حاضر. ام مروان، ام مروان. ايوه ايوه نعم 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 يا ست الستات، صباح الخير. فطرتي مروان؟ طبعا. وانت تاني يلا قومي افطري. جابالي ما بصير، اذا مش عشانك عشان البيبي اللي في بطنك. اعملي لي فنجان قهوه. حاضر. شو بدي اقول يا وداد، يعني مش المفروض تراجع دكتور؟ يعني الاحتياط واجب. ام مروان انا بعرف مصلحتي. طب شو رايك نروح سوا انا وياك عند دكتوره؟ انا بعرفها شاطره كتير كتير. لما بدي اروح بروح لحالي. ما هو يا حبيبتي يا وداد الله يرضى عليك. ام مروان هذا موضوع ما بخصك، بعدين انا مش صغيره بعرف ادبر حالي. القهوه تكون سكر قليل. أنا مش قلت لك إنه جوزي مريض وأنا تعبانة وبدنا ننام؟ معلش أنا آسفة جدا، يمكن حنان موجوعة. وإحنا كمان موجوعين، سبتيها. حاضر حاضر. اتركي اللي بإيدك وهلا روحي سبتيها يلا. حاضر حاضر. بتراجعي بدنا نرتاح. حاضر. Thank you.
وعليكم السلام. شكر الله وسعيك. الله يرحمه. تعيشك يا مروان. معقول يا طارق؟ معقول؟ اسمع من الناس الغروب ان امك ماتت؟ معلش. تفضل. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. بشري. الحمد لله كل شيء طبيعي. الحمد لله رب العالمين. ولد ولا بنت؟ نعم. مش بيقولوا انه الدكاتره صاروا يعرفوا شو جنس الجنين وهو في بطن امه على التلفزيون؟ مزبوط، بس مش بهاي المرحله. شو شاري؟ شويه اغراض بيدي. يلا كرمال عين تكرم مرجع يوم. مش معقول يا ماما، هاي مش عايشه. الصبح طوشي والظهر طوشي والمغرب طوشي، يعني اذا ما صار كل يوم طوشي في البيت بصف الوضع مش طبيعي. اتحمل لامتى بدك اياني اتحمل؟ هذا الانسان لا نافع معه لا منيح ولا عاطل. خلاص يا ماما خلاص، اذا ضل الوضع على هيك انا تارك البيت وجاي لعندكم. سهير تستناني عندك بخاطرك. ليه ولا داري شو قالت يا غبرة؟ ويش هي مستعجلة؟ خير؟ يعني مش هوايدة بتتأخر لها الوقت برا؟ يا ستي كنت بتغدى. نعم كنت بتتغدى برا، وانا مقبوره من الصبح هون في البيت بالمطبخ وقاعد بحضر اكل لمين وعشان مين؟ مش عشانك؟ لا يا ستي، عشانك. عزام اوامر. انا بدي احط حد لكل هاللي بصير. تفضلي يا ستي، شرفي حطي. طلقني. ما سمعت. طلقني وريحني من العذاب اللي انا فيه. انت بتتعذبي؟ اذا كنت بتتعذبي معي مره انا بتعذب معاكي كل لحظه. اذا شو بتستنى؟ طلقني. ماشي بطلقك بس على شرط. تفضل احكي، ما عاد يهمني. تتنازلي عن المتاخر اللي بليتيني فيه. ماشي بتنازل. وتتنازلي عن الشقه اللي احنا فيها وعن كل أموالك وحصتك في الشركة. بدك تطلعني على الحديدة؟ ولا أطلع أنا على الحديدة؟ بعدين أنت أهلك معهم مصاري ومش محتاجين لفلوسي. صارت فلوسك ها؟ يكون بعلمك عيشة الجحيم اللي معيشني إياها عاجبني، ورح أزيدها نار لحتى تطلقني،
ولحتى ترجع عزام اللي ما كان بيملك ولا قرش احمر. وانا مش راح اطلقك الا لما تنفذي شروطي، وانا بقدر اتحدى واصمد لانه نفسي طويل. طيب راح نشوف مين فينا راح يفوز بالاخر، وانا بورجيك. السلام عليكم يا عمتي. هلا 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 طارق، هلا هلا يا عميبة. هلا عمتي. يا عمتي ضب غراضك، خليني أختك معي على الدار. وأمك يا عميمة؟ أمي الله يرحمها تعيش. أنت ماتت؟ الله يرحمك يا وردة، سبديني للموت. شد حيلك يا عميمة، قلنا إلها. ماشي يا عمتي ماشي، قومي خليني أختك معي على الدار. آه يا عميمة لازم أعزي، لازم. لا يا عمتي، لا يا عمتي، أنا بدي إياكي تسكني معي في داري. لا يا عميمة لا، ما بقدر يا عميمة لا. يا عمتي أنا بالأول كنت أطلب منك تيجي تسكني معي، تقولي لي بكفيك أمك المريضة. هاي أمي الله رحمها. يلا يا عمتي قومي معي. يا عميمة الدار هاي صارت قطعة مني وأنا صرت قطعة منها، إذا بعدنا عن بعض بنضيع. بإذن الله ما راح تضيعي. يا عميمة أنا ما بقدر أبدأ حياة جديدة، أنا مرتاحة هون وبكفي إنك بتطل علي. بعدين يا عميمة أنا بحب سهير وهالة وما بقدر أستغنى عنهم وبتونس فيهم. يا عمتي يا عمتي بيزوروكي عندي. تسلم يا طارق تسلم. تسلم. عمو طارق هون. أهلا أهلا. أهلا حبيبتي، كيفك؟ كيف المدرسة اليوم؟ الحمد لله. تعبانة الماما؟ راحت بس بترجع بسرعة، لأنها إجت بسرعة وراحت بسرعة. بي لبن مخيط صبي واشرب انت وطارق. حاضر. يا عميمة قلت لي منو اللي مات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اف والله ما احنا عارفين احنا ببيت ولا بقهوة. والله لو انك مراهقة ما هو هيك اشي مزعج. يا ريت الواحد بيقدر يحكي معك كلمة. يسلم ايديك يا عمتي، مخيط زاكي جدا. سهير؟ نعم. مالك حبيبتي مش عاجبك المخيط؟ اشربي. لا. طيب هدول الشوكولاتات عشانك، يلا تفضلي. شكرا. لا تكسفي عمو طارق، خدي حبيبتي خدي. ماما. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلين. عن اذنك. شكرا يا خالي. مالك ما تقعدي، لواش مستعجله؟ معلش يا خالي بدي اغير لحنان واسقيها الدواء. خير مالها؟ عندها تلبك في المصارين. سلامتها، يا ريتني انا ولا هي. عزيتي طارق يا هاله؟ لا، مين كفل الشر؟ أمي الله يرحمها. الله يرحمها ويرحمنا جميعا. أنا آسفة، الله يرحمها. عن إذنكم. آه يا عمتي ما بدك تغيري رأيك وتيجي معي؟ فعلا إنها بنت حلال يا عميمة. الحمد لله اللي جيت عشان تسمع قدامك. ايش في؟ بسامع الصوت العالي. يما يما طول نهارها بتاهر فيه، انا كل شغل الدار على راسي. يما ودات حامل. شو يعني حامل؟ يعني لها حامل يما بتشتي مصحي على الطاوله، تعملهاش كاسه شاي، طول نهارها تصير لي اوامر، بتفكرني خدامه عندها. يما انت لازم تشوف لك حل معاها. حاضر بس هدي اعصابك، هدي هدي هلا بشوف. اهلا مروان. ممكن توطي صوت المسجل شوي؟ متضايق؟
الصوت العالي بينرفزني. بنرفزك ولا بنرفز الماما؟ يا وداد يا وداد، هذا الحكي ما بصير. انت لازم تكون علاقتك مع امي احسن من هيك. انتوا عايشين ببيت واحد، ما بصير، لازم تتكيفوا مع هذا الوضع. حبيبي، اجت منك ما اجت مني. شو هي اللي اجت مني؟ انا بصراحة بدي ارحل. شو؟ اي بدي ارحل. انا بصراحة مش ماخذة حريتي هون. لهالدرجة متضايقة من امي؟ اكتر ما بتتصور. انا يا ما بشوف منها شغلات، بس ما بحب احكي لك حتى ما تفكر اني متحاملة عليها او يعني تزعل. بس بصراحة خلص طفحت. انا ما عدت قادرة اتحمل اكتر من هيك. ما عندي استعداد اعيش هون ولا دقيقة واحدة كمان. معقولة؟ بدك اياني افتح بيت جديد؟ مستكتر علي بيت جديد يا مروان؟ لا بس، والبيت هذا؟ امك بتضل فيه، او تستأجر لها بيت على قدها واحنا منضل هون. شو؟ بدك اياني اطرد امي؟ مش تطردها، انت بدك ترميها في الشارع يعني. بس استأجر لها بيت على قدها وخليها تقعد فيه معززة مكرمة. هذا حكي فاضي. أنا لا يمكن أتخلى عن أمي أبدا، أنت فاهمة؟ وأنا لا يمكن أضل في هذا الوضع أبدا. عليك تختار، يا أنا يا أمك. سهير، يا سهير. نعم. شوف يا ماما، لك هاي الشوكولاتة من عم بطارق. هو تاخدي اي اشي من اي انسان الا ما اقولك، فاهمة؟ طب ليش؟ مثل ما بقولك وبس. حاضر ماما، اذا زعلتي برجع الشوكولاتة لعم بطارق. خلص صرتي ما اخدتيها، روحي شوفي اختك وسكتيها. ماما لا تزعلي مني، انا اذا بدي اخذ اي اشي من حدا تاني رح استشيرك. ماشي، روحي شوفي اختك. حاضر. يما بسم الله الرحمن الرحيم. يما ليش دخلت فيك؟ شغلتني عليك. يما انت ليش نايمة هون؟ لا عارفة، قلت استناك يعني يمكن تحتاج اشي. قام عم يطلب مني. لا يما انا اكلت. يلا قوم قوم نام بغرفتك. يلا يلا. صباح الخير يما. صباح الخير يما. بدري، ايش اللي مصحيك انت التاني؟ يعني معقول جوزي يتأخر بدون ما يحكي وما ينشغل بالي؟ شو وين كاين؟ داير. بعرف داير، بس وين؟ بالشوارع. وين بدي ادور يعني؟ يعني باختصار بتتهرب من البيت. واذا ضليتي انت وامي هيك رح اطلع من الصبح وانت نايمة وارجع اخر الليل وانت نايمة. باعتقادك هذا هو الحال؟ ما عندي غيره، إلا إذا اتفقتي أنت وأمي. يا مروان أنا مش ضد أمك، أنا ضد تدخلها فيي. يا وداد، أمي ست كبيرة، راعيها، راعي سنها، احترميها. إذا مش عشانها على الأقل علشاني. يا مروان أنا بحترمها، هي اللي ما بتحترمني، وإنت صافف معها ضدي بدون حتى ما تسمع وجهة نظري. أنا طالع أنام في الأوتيل، خلي البيت إلك. بسيطة يا مروان، بسيطة.
القهوة يما. مروان اصحى يا حبيبي، بلاش تتأخر عن الشغل. ضروري تزعجيني وتفيقيني؟ ما تقولي صباح الخير بالأول. وانت بيجي من وراك الخير؟ بعدين ابنك ما نام هون الليلة. ما نام؟ كله منك، انت السبب. أنا؟ أيوة انت. منيح ابنك يضل داير بالشوارع ولا ينام في الأوتيلات؟ كل هذا عشان تنبسطي. يا وداد أنا صدق أنا بدي أرجع أنام الليلة، ما شفتش النوم منك ومن ابنك. حنان سخنانة؟ أعطيتها تحميل، إن شاء الله بتتحسن. بدك مصروف؟ لحظة. ماما ما بدي مصروف، اشتري في دواء لأختي حنان. شوفي احكي. أنا اليوم ما بدي أروح على المدرسة. ليش؟ بدي أدير بالي على أختي حنان. ما تخافي يا حبيبتي، أنا بدير بالي عليها. ما أنا يا ماما خايفة تروحي على الشغل وتلتهي بالشغل وتنسي حنان. اطمن يا ماما، أنا اليوم مش رايحة على الشغل، بدي أضل جنب حنان. أصحاب الشغل يا ماما ما بيزعلوا عليكي؟ حنان أختك أبدا. يلا يا حبيبتي روحي على المدرسة، وإياك تفكري في يوم إنك تغيبي عن المدرسة. حاضر يا ماما. الله يحرسك ويحميكي. امشي يا حبيبتي. شفتي امشي. لا بيك يا امشي. خير يا مروان، في اشي؟ فيش عليك مخبي يا طارق. مشاكل بين امي ومرتي لدرجة ان امبارح نمت في الاوتيل. المشاكل الازلية بين الكنة والحنان. بس اكيد رح تكسر ظهري. اي مشكلة في البيت لازم تنحل اول باول. بلاش المشاكل يا مروان تزيد وتتفاقم الأمور وتنفجر بعد فوات الأوان. أمي ما بتطيق مرتي، ومرتي ما بتطيق أمي، وأنا مش عارف إيش أعمل. الحق دائما على رجل البيت. علي؟ عليك، هذا إذا كنت رجل. طارق لو سمحت، اللي بدك إياه يا مروان لازم يصير. لا أمك ولا مرتك لازم توفق بينهم وغصبا عنهم. مش عارف كيف بدي أوفق بينهم، وكل واحدة منهم بتقدم لي دليل إنها هي على حق. الحق ما بتغير، الحق واضح، بس بدك عيون اللي تشوف. بعدك ما روحت على شغلك يا عميمة؟ حنان مريضة وحرارتها مرتفعة، تفضلي. خذي يا بنيتي. شو هدول؟ خذيها على الدكتور. أخذتها وما خفت يا خالة. تفضلي. دكاترة الأيام بتحذروا يا بنيتي. بي عندك سبيرتو؟ ليش؟ وفركي معدتها بسبيرتو، يمكن تكون ممغوصة، بخف وجعها وبتنام. أنا جربته. هلا بجيب سبيرتو. يا حسرة، نسوان هالأيام ما بيعرفن يدبرن حالهم. صق الله على أيام زمان. المنى صغير. مرحبا ام مروان. يا اهلا يا رغدة، كيف حالك؟ الحمد لله، كيفك انت؟ شو اخبارك؟ تفضلي. وين يا ام مروان؟ صار لك زمان لا طلتي علينا ولا شربنا مع بعض فنجان قهوه. اخ شو بدي اقول لك وشو بدي احكي لك؟ خير؟ هلكانه مستويه مهدود حالي، صدقيني ما انا فاضي احك راسي، كل شغل البيت علي. ست الحسن
ولا بتشتغل ولا بتعتمد، قاعده ونايمه طول النهار. اوف اوف، هاي متازمه الامور. ليش هي بهدالها نفسه اللبان غير لما تازم كل امور الدار؟ كان يوم اسود. طيب هي وينها؟ هيها مرميه قلت لك في غرفتها. طيب اسمعي، خليني في الاول ادخل لعندها، بلاش تفكر انه في بيني وبينك اشي، بس ارجع لي بنحكي انا وياكي على رواق مثل ما بدنا. تفضلي روحي. أنا رغدة يا وداد. رغدة؟ أي. مرحبا وداد. أهلين. هلا. أما أسرتي أم مروان بدها تفقع منك فقع. أي هي لو تفقع بتريحنا. يا ستي لما فقعت اليوم بتفقع بكرة. بس اسمع يا وداد، اوعي تتنازلي عن أي إشي مهما كان بسيط، لأنه إذا بتتنازلي عن شي بتكر المسبحة ورح تتنازلي عن كل شيء. نجوم السماء أقرب لها، سيبك منها. شو أخبارك أنتي؟ أخباري؟ ابن عمك مشيبني. إسه السيب تاخدي منه اللي بدك إياه. عقله ناشف، شو بدي أعمل؟ المهم سيبيك من مشاكلي وخلينا في المهم، في مشاكلك أنتي بالأول. ماما ماما. مالك يا حبيبتي؟ مزع المريول. كيف المزع؟ شوف كيف مزعتي؟ كنت ألعب في الساحة وقع كله ممزوع. طب خلص يا روحي ولا يهمك، بجيب لك بداله. معك فلوس؟ بدلت لحالي. لو بابا كان هون كان اشترى لنا واحد. ماشي حبيبتي ولا يهمك، لا تزعلي. يلا روحي غيري أوعيك. حاضر. السلام عليكم. شكرا. مروان شو اخبار بناتك؟ كويسات. بتشوفهم؟ اه طبعا. امتى اخر مره شفتهم؟ قبل يومين. مروان انت ما شفتهم من يوم ما تركوا البيت. مين قال لك الحكي؟ عيونك. انا مروان انت صديق وعزيز علي، بس انا بتاسف انك صاير غير شكل. انت مش مروان اللي انا بعرفه. انت جاي تغديني ولا جاي تعطيني محاضره؟ من حرصي عليك وعلى مصلحه بناتك، انا بستغرب انه في اب الدنيا ما بيسأل عن بناته وبتركهم وهم بعدهم أطفال. أنا ما بعرف منهم. لو بدك تسأل يا مروان بتندل. وين أسأل؟ بنتك سهير ما غيرت مدرستها. أنت بتعرف مدرستها كويس. روح على الأقل اسأل عنها، طمن عليها. مهما كان يا مروان، سهير ما إلها ذنب اللي صار. حرام عليك. مين؟ لحظة لحظة جاي. أهلا وسهلا، تفضلي. ما جيت سهرتي عندي خير؟ شو في؟ شغلت في البنات. كيف حال حنان هسا؟ الحمد لله أحسن. لوش ما حطيتي لها سبيرتو؟ ها؟ حطيت وصارت أحسن. بكرة بدك تداومي؟ إن شاء الله. خلي حنان عندي، أنا بدير بالي عليها. لا معلش، أنا باخدها معي. معي يا أمن يا بنيتي. معلش، تسلمي يا خالة، تفضلي. لا بس جيت أقول لك خلي حنان عندي. وتصبح على خير. وأنت من أهله، مع السلامة. الله يسلمك. خليه غايب هيك أحسن. مبسوطة؟ أنا ما
صباح الخير. صباح النور، واخيرا شرفتي. بنتي كانت مريضه وامبارح وديتها على الدكتور وما قدرت اتعاون. لوين بدي؟ لا حبيبتي خلص، ما عاد لك شغل عندي. بس اول امبارح طلعتي من غير ما تخبريني. ما حبيت ازعجك. وامبارح ما داومتي وقلت لك بنتي مريضه. انا جبت وحده غيرك، ما عندها صغار يوجعوا لي راسي ولا يصيحوا كمان. لك عندي اجرة يومين، خليك هون حتى اجيب لك الفلوس. سهير سهير بابا، كيفك يا بابا؟ اشتقت لك يا بابا. وين اشتقت لك يا بابا؟ وين بدك تاخذني يا بابا؟ على البيت الاولاني ولا الثاني؟ بابا انت ناقصك اشي؟ ناقصني كثير يا بابا. ايش يا بابا؟ ناقصني انت. ماشي يا بابا، تعال استري انت شي زاكي وبعدين بنحكي. صايم تعال يا بابا. يلا يا بابا مع السلامة. هاي بيتنا يا بابا. طيب يا بابا يلا انزلي. معقول يا بابا تصل لحد البيت وما تشوف الماما والحنان؟ معلش يا بابا أنا مستعجل وعندي شغل. حاضر. سلمي على حنان وعلى الماما. حاضر. وانت سلم على التيتي. مش قلت لك ما تاخدي اي اشي من اي حدا؟ ماما هذا البابا وانا بحبه. ماما اذا بدك اي من الاغراض انا برميهم، بس ما تزعلي مني. يا حبيبتي انا مزعلانه منك، بس انا فكرت كتير لقيت انه سعادتك وانك تكملي تعليمك وتصير دكتورة مش عندي. ماما انا سعادتي عندك وبس. عند بابا. مش هلا قلتي انك بتحبي بابا؟ بحبك. اذا بتحبيني صحيح لازم تسمعي كلامي. انا هلا رح اخدك عند البابا وتضلي عنده. ماما انا بدي اياكي انتي. وانا ما رح اتخلى عنك صدقيني، بس هناك بابا بيقدر يشتري لك هدايا ألعاب، والأهم من هيك إنه بيقدر يصرف عليكي حتى تصيري دكتورة. وعديني إنك تصيري دكتورة. أوعدك يا ماما، بس يعني رح أبطل أشوفك ولا أشوف أختي حنان؟ لا يا حبيبتي لا، رح تشوفينا وأنا رح أشوفك. بس بدي منك كمان شغلة، إنه ما تزعلي مني مهما كان السبب. حاضر. مهما كان السبب. مهما كان السبب يا حبيبتي. مروان الحمد لله على السلامة يا امه. الله يسلمك. وين الغيبة يا حبيبي؟ ولا في محل، ولو سمحتي ما بدي افتح السيرة. حضر لك تاكل. اخيرا شرفت. منيح اللي تذكرت انه في لك بيت. ودات ارجوكي
خلينا ننسى الماضي ونفتح صفحة جديدة. صفحة جديدة؟ صفحة مين؟ صفحة جديدة بين أنا وأنت وأمي. يعني لسه مصر تحط الحق علي؟ الحق مش عليكي ولا على أمي، وبعدين أنا ما بدي أدخل بنقاش في هالموضوع بالمرة. هذا بيتي وأنت وأمي رايحين تعيشوا فيه زي ما بدي أنا، أنت فاهمة؟ بس أنا يا وداد أرجوكي تحكي معي بأي موضوع تاني بدك إياه، لكن موضوع مناقرتك مع أمي فما راح أسمعه إطلاقا. أنا جوعان، يلا نتغدى. هو ما لم تنمرت؟ طيب لنشوف آخرتها معه مع أمه. خلص يا ماما. خلص يا حبيبتي. طيب بقدر أحكي لتيتا في الضباي؟ روحي. شكرا. حبيبتي روحي بلاش تساعديني، انا بشتغل لحالي. بمخيط روحي اشربي. تيتا انا رايحة عند البابا. ايش؟ انا جاية اودعك يا تيتا. يعني خلاص مش راح اشوفك يا حبيبتي؟ لا يا تيتا لا تحكي هالحكي، انا راح اخلي البابا كل مرة يجيبني، بس لا تحكي هالحكي. مع السلامة يا تيتا. طيب يا حبيبتي طيب، رضا ربي ورضاي عليك، إن شاء الله كل خطوة بسلام يا حبيبتي. مع السلامة. مع السلامة. سهير سهير تعالي يا حبيبتي تعالي، خليني أبوسك يا حبيبتي. سهير لا تغيبي عني كثير يا تيتا. ما راح أغيبي كثير يا تيتا. مع السلامة. سلامة يا حبيبتي، الله يرضى عليكي، الله يحميكي. تسعدها وتوفقها يا الله يا رب. عامله فنجان قهوه يما؟ يا ريت. معلش انا بعمل لها. معلش أنا ما بدي أتأخر، بس أنا جبت لكم سهير تكون أمانة برقبتكم. أنا متأكدة إنكم ما رح تكونوا الأمانة لأنها بنتكم، بس إلي طلب واحد. بدك تظلك واقفة على الباب؟ تفضلي. مش مهم، أنا طلبي إنكم تعلموها حتى تصير دكتورة. مش رايحين نقصر معها. بترجاك توعدني وعد شرف انك تعلمها حتى تصير دكتوره. بوعدك. شكرا. سهير حبيبتي ماما، انتبهي لدروسك واسمعي كلمه التيتا والبابا لانهم بحبوك كثير، يمكن اكثر ما بحبك انا. ماشي؟ ماما ضلك زورينا. إن شاء الله. أهلين يا تيتا. أهلين يا بابا، كيف حالك؟ اشتقت لك يا بابا. بابا مين هاي؟ هاي يا بابا، هاي أنا مامتك الجديدة حبيبتي.